شو على بديك قصتي يعني ليك انت الفكر اعتمدها يعطيك العافيه الله يعافيك مسؤول ميري كريسماس سيم تو يو ثانك يو يعطيك العافيه مسؤول اصريت علينا نجي يعني الظاهر في شيء كثير مهم بدك تقول لنا اياه حقيقة ايه صحيح في كتير شيء مهم بدي قلكن ايه كان حقيقة كان بودي كان فعل ماضي كان بودي استعملوها بودي ايه حلوة كلمة بودي كان بودي خبركن شيء تنبسطوا فيه بس للأسف تجري الرياح بما لا تشتهي سفنه مبين سقف أكثر واحد فيهم يعطيك العافية بليز ما تقلنا انه في خبرية بشعة حضرة المسؤول يعني نحن هلأ فترة أعياد وراس سنة فبدنا نكون مبسوطين بهالاحتفالات سوري في خبرية بشعة حبيبتي ما تنفسي يعني عملي ميك آب وضلك بالبيت ما في سهر بكرة ما في ليلة راس السنة 2016 سوري حضرة المسؤول ما يكون في شيء أمني لا 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 ما في شيء أمني لا ما في شيء أمني بالعكس كيف بدي أقولكم إياها قررنا أنا والمسؤولين أصحابي الوزراء والنواب أن نمدد سنة 2015 إيه بما أنه نحن بسطنا كثير فيها سنة 2015 عملنا مصاري سافرنا هلا أنتوا فطستوا من الزبالة متوا من الجوع خيرنا وهم نحن فقررنا نمدد سنة 2015 يعني بطل في 2016 بكرة إيه رح نضلنا بال 2015 شو هالخبرية هيدي طبعا شو بكذب عليكم بكرة بتتأكدوا بنفسكم اسمعوا مقدمة أخبار قناة الجديد شو راح يقولوا هيك بسم السنة الممددة لنفسها يلا بونا ني 2015 اوكي يعطيكم العافية لك حدا بيشتري فستان اللي جبته لراس السنة أي راس السنة ما جبت فستان شو بدي اعمل فيه كبي بالزبالة